تضرب بالهاون هنا. وين صار؟ نحن في حي سيف الدولي عند المشهد، عند إشارات المشهد وحول صلاح الدين، مرابطين حول صلاح الدين هنا. وكتيبة أبو بكر الصديق قامت اليوم استهداف المطار بالصواريخ بتصنيعها يدويا، قامت استهداف المطار والحمد لله حققت إصابات وإصابات كبيرة جدا في المطار، وذلك بعون الله تبارك وتعالى. كما قامت كتيبة أبو بكر الصديق وأنا كقائد كتيبة أبو بكر الصديق أتبنى ضرب المطار وأتبنى ضرب أيضا الكازية مع مشاركة بعض قوات من لواء التوحيد أيضا، وقمنا بحمد الله بقتل العقيد وأخذ أسلحته ومع عناصر له 3 عناصر، وذلك بحمد الله وفضله.